السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everyone. أود إخبار متابعينا الكرام أنه تم افتتاح قناة جديدة لتعلم اللغة الإنجليزية للمستوى المتقدم، وذلك تلبية لرغبة بعض المتابعين. وهذه القناة هي موجهة بالخصوص لتلاميذ البكالوريا في المغرب، وكذلك بالنسبة للذين هم في مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية. وكما أريد أن أؤكد بأن هذه القناة، يعني تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة، ستظل موجهة للمبتدئين، وستكون قاعدة بيانات لجميع قواعد اللغة الإنجليزية إن شاء الله، وكل ما يحتاجه المبتدئين لتعلم اللغة الإنجليزية. وستجدون رابط القناة الجديدة في الرابط الذي سأضعه في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو، وكذلك رابط الفيديو في أول تعليق. اليوم إن شاء الله سنشرح درس مهم جدا من دروس الثانية بكالوريا، وهو درس الانفينيتيف والجيرل. وكثير من التلاميذ يجدون صعوبة في فهم هذا الدرس، وإن شاء الله من خلال هذا الفيديو سنشرح بطريقة سهلة ومبسطة حتى يفهم الجميع. ولكن قبل أن نبدأ، لابد أن نذكر بشعار قناة الثابت الذي هو willingness، الرغبة، والرغبة في التعلم. challenge، التحدي، وأن أتحدى نفسي وأن أتعلم. ثم practice، الممارسة، وهو أن أمارس ما أتعلمه، أن أقوم بالتمارين وهكذا. إذا ما هو الجيرل وما هو انفينيتيف؟ لكي نشرح الفرق بين الجيرل وانفينيتيف سنأخذ هذا المثال. I want go to the cinema. إذا كما تلاحظون هنا لدينا فعلين. أحيانا في اللغة الإنجليزية يمكننا أن نستعمل فعلين متتاليين، مثلا هنا أريد أذهب إلى السينما. هنا لدينا فعلين، want هو الفعل الأول و go هو الفعل الثاني. إذا هنا لدينا فعلين ولدينا مشكل. ما هو هذا المشكل؟ هو أن هذه الجملة غير صحيحة من ناحية المعنى ومن ناحية التركيب. I want go to the cinema، وهو كما نقول في اللغة العربية أريد أذهب إلى السينما. إذا هناك خلل ما، لا نقول أريد أذهب إلى السينما، وبالتالي هذه الجملة خاطئة، بل نقول I want to go to the cinema، أريد أن أذهب إلى السينما. إذا أن أذهب هو infinitive. I want to go to the cinema. إذا هذا هو الانفينيتيف. Okay. إذا ما هو الجيرل؟ سنأخذ مثال آخر ونشرح بنفس الطريقة. James enjoys read short stories. James يستمتع يقرأ القصص القصيرة. إذا enjoys هو الفعل الأول و read هو الفعل الثاني، لكن كما قلنا هناك خلل في هذه الجملة. لا نقول James يستمتع يقرأ، هناك خلل ما، وبالتالي هذه الجملة خاطئة، بل نقول James enjoys reading short stories. James يستمتع بقراءة القصص القصيرة، وهنا reading تأخذ شكل اسم وليس فعل، وهذا نسميه gerund. إذا يبقى السؤال المحير هو أنه متى نستعمل infinitive ومتى نستعمل gerund، وهذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الدرس إن شاء الله.
اوكي، اذا سنبدا بالجيرل. اوكي، ما هو الجيرل؟ الجيرل هو verb plus ing، فعل ونضيف له ing يسمى gerund. مثلا work working، read reading، play playing. وهذه سنسميها أفعال عادية، وهي تمثل نسبة كبيرة في اللغة الإنجليزية، نضيف فقط ing، لا نغير الفعل. اوكي، وعند إضافة ing فإننا لا نضعها بشكل عشوائي، هناك ضوابط، هناك قواعد تضبط هذه المسألة، وهي إضافة ing للفعل. وكثيرا من التلاميذ عندما يريدون وضع ing يقومون بمجموعة من الأخطاء. اليوم إن شاء الله سنصحح هذه الأخطاء. أولا spelling، نسميها spelling يعني كيف نكتب الفعل زائد ing، الverb زائد ing. سنبدأ بالأفعال التي تنتهي ب e، verbs and in تنتهي ب e. عندما نضيف ing فإننا نقوم بتغيير مهم. سنأخذ مثال أو أمثلة. هنا لدينا درايف يسوق، دانس يرقص، رايت يكتب، جيف يعطي، كم يأتي أو جاء. إذا كما تلاحظون كل هذه الأفعال تنتهي بـ e. عندما نريد إضافة ing يجب أن ننتبه جيدا. مثلا درايف فإنني لا أكتب هكذا driving، أو dance فإنني لا أكتب هكذا dancing، فهي خاطئة. driving خاطئة و dancing خاطئة. والصحيح هو أننا عندما نريد أن نضيف ing فإننا نحذف e وبعد ذلك نضيف ing، وهكذا فdriving هنا drive تصبح driving، dance dancing، write writing، give giving، come coming. okay، يجب أن ننتبه لهذه المسألة جيدا. وهناك استثناء من طبيعة الحال أو استثناءات. مثلا الفعل اتفق أو وافق، agree agreeing، رغم أنه ينتهي بـ e فإننا لا نحذف اي. اوكي، هذا استثناء. وكذلك بي بين، رغم انه ينتهي ب اي فاننا لا نحذفها. وكذلك سي سين. وهناك ايضا افعال تسمى في اللغة الانجليزية سي في سي فيربس. ماذا نقصد بسي في سي؟ سي في سي، في هم vowels وهم خمسة A E I O U، والconsonant هم الحروف الأخرى المتبقية الأخرى B C D and so on. okay، وسنأخذ مجموعة من الأمثلة. we have big توسل، sit جلس، get أخذ، sit أصلح، hit ضرب، jog جرى بشكل خفيف، run جرى، cut قطع، kid يمزح، hug يعانق، swim يسبح، stop يتوقف، plan يخطط يصمم، begin بدأ، commit يرتكب، prefer يفضل، refer يشير، admit يعترف، forget ينسى. إذا كما تلاحظون كل هذه الأفعال يوجد فيها سي في سي. أوكي، مثلا هنا big لدينا consonant vowel consonant، sit
consonant vowel consonant. اوكي، وهكذا. وفي الافعال الاخيره كما تلاحظون هنا لدينا begin، نرى دائما الحروف الثلاثه الاخيره gain met fa fa met get، كلها يوجد فيها تركيبه سي في سي. في هذه الحاله عندما نريد اضافه ing فاننا نضاعف الحرف الأخير، مثلا big تصير begin، sit sitting، begin beginning، refer referring. أوكي، ويجب أن ننتبه جيدا، إن لم نضاعف الحرف الأخير فيعتبر الجواب خاطئ. أوكي، ومن طبيعة الحال لدينا هنا استثناء واحد وهو الفعل visit visiting. كما تلاحظون رغم أنه يوجد لدينا CVC فإننا لا نضاعف الحرف الأخير. أوكي، وبالنسبة للاستثناءات هناك ثلاث استثناءات أساسية، هي die مات، نكتبها هكذا gerund عندما نريد إضافة ing فإنها تتغير كليا وتصبح dying، و tie يحزم أو يربط tying، و lie يكذب أو يستلقي تصير lying. إذن كما تلاحظون هذه لا تخضع للقاعدة وهي استثناءات. نحاول، وهنا نحاول أن نركز على الأفعال وعلى القواعد التي هي توجد في مقرر الثانية بكالوريا. أوكي، بالنسبة للإنفينيتيف هناك نوعين من الانفينيتيف، انفينيتيف without to لا يوجد فيه to، مثلا play work study stop ليست لدينا هنا to. والنوع الثاني نسميه انفينيتيف with to، مثلا to play to work to study to stop. إذا سنبدأ بهذا النوع infinitive without to. متى نستعمل infinitive without to؟ نستعمل infinitive without to مع المودل verbs must can could may might will would had to shall should have to ought to and so on. ولدينا إن شاء الله درس، سنخصص درس للمودل فيربس. إذا نقول I must stop، I must stop، لا نقول I must stop، ولا نغير هذا الفعل بتاتا. أوكي، he could work and so on. إذا نستعمل infinitive without to غالبا بعد المودل فيربس. أوكي، infinitive with to، متى نستعمل infinitive with to؟ وهنا يجب أن نركز على مسألة مهمة جدا، وهي هذه الأفعال، لدينا مجموعة من الأفعال، والطريقة الوحيدة لمعرفة هذه الأفعال وهو الحفظ، you have to memorize them. أوكي، إذا يجب أن تحفظ هذه الأفعال عن ظهر قلب. وهنا حاولت أن أعطيكم الأفعال الأكثر استعمالا والتي تمتحنون فيها في الامتحان الوطني. أوكي، مثلا I agree to play، لا نقول I agree playing، لا نقول I agree play، نقول I agree to play. إذا هذا الفعل عندما نجد هذا الفعل ما يتبعه يكون infinitive with you، وكل هذه الأفعال يتبعها infinitive with to. أوكي، بالنسبة للجيرن كل هذه الأفعال يتبعها جيرن، وكذلك يجب أن نحفظ هذه الأفعال. I admit playing، لا نقول I admit to play or I admit play. وكذلك هنا حاولت أن أعطيكم الأفعال الأكثر استعمالا والتي هي ستمتحنون فيها في الامتحان الوطني.
أكيد هناك أفعال كثيرة، ولكن في المقرر في البكالوريا هناك أفعال محددة، هناك أفعال محددة ستمتحنون فيها خلال الامتحان، وهي هذه الأفعال. في الامتحان الوطني سأجد مثلا I deny، وهناك فعل بين قوسين، هذا الفعل يجب، الفعل الثاني يجب أن أضعه في الجيرن وليس في الانفينيتيف. أوكي، كذلك نستعمل جيرن بعد after verbs preposition، مثلا examples thank you for being here. إذا لدينا thank هو الفعل، for هو preposition، والفعل هو be، نضعه في ال ing form thank you for being here، شكرا لك لكونك هنا. She insisted on paying the bill. Insisted، ألح هو الفعل، ألحت verb preposition، و on والفعل pay plus ing، the bill هي الفاتورة، إذن ألحت أن تدفع الفاتورة. إذن ما هو prepositions؟ prepositions هما on، in، at، for، about، to، with، of، from، and so on. وسأعطيكم بعض الأفعال التي تتبعها preposition، وهي التي ستمتحنون فيها في امتحان وطني. هنا لدينا adapt to، agree on، apologize for. كما تلاحظون هنا لدينا الأفعال بالأسود والpreposition هي بالأزرق. أوكي، مثلا سيعطينا مثلا I believe in، ولدينا فعل بين قوسين I believe in studying or working. أوكي، إذا يجب أن أضع هذا الفعل في الـ ing form أو gerund. Is it fine? Okay. كذلك نستعمل gerund مع the verb to be plus adjective plus preposition. مثلا I'm sorry for being late. I'm هو the verb to be. Sorry is adjective. For is preposition. والفعل الذي يتبعه يكون في ال ing form. Being، لا نقول I'm sorry for be or I'm sorry for to be. No, I'm sorry for being. لماذا؟ لأنه لدينا the verb to be, the adjective and preposition. مثال آخر. She is interested in reading. هي مهتمة بالقراءة. إذن the verb to be is interested is adjective, in is preposition. Okay. Reading يجب أن يكون هذا الفعل في ing form. لماذا؟ لأنه يتبع قاعدة مهمة هي be plus adjective plus preposition. في هذه الحالة يجب أن نضع gerund وليس infinitive. Okay. وكذلك هذه قائمة، لمجموعة الصفات التي تأتي بين الـ verb to be والـ preposition، وهي التي ستمتحنون فيها خلال الامتحان إن شاء الله. مثلا نقول I am capable of working. إذا هذا الفعل من طبيعة الحال be، هو يتصرف على حسب الجملة، قد يكون be، قد يكون was، قد يكون is and so on، are and so on. Okay. مثلا I was capable of working. إذا عندما تكون لدي هذه التركيبة فالفعل الموالي يجب أن يكون في gerund form. Okay. بالنسبة لهذه الحالة، هذه الأفعال تتبعها gerund أو infinitive، وكلاهما صحيحين. مثلا I attempt to play or I attempt playing. I begin play or I begin playing.
إذا كما تلاحظون، هذا الدرس جزء كبير منه هو يتعلق بالحفظ، يجب أن أحفظ هذه الكلمات، وكذلك يتعلق بالممارسة practice، يعني أن تنجز الكثير من التمارين. أوكي، إذا attempt حاول، begin بدأ، can or can't bear هي can، أستطيع أن أتحمل أو لا أستطيع أن أتحمل، وكذلك هذا نفس المعنى، أتحمل أو لا أتحمل. continue استمر، go on استمر، hate يكره، like يحب، love يحب، prefer يفضل، start بدأ. إذا كل هذه الأفعال إما أن يتبعها يتبعها فعل gerund form أو infinitive. أوكي، وحتى نتمرن بعض الشيء سنقوم بإنجاز تمرين بسيط. إذا ستأخذ حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق على حسب، وتنجز هذا التمرين. أوكي، سنأخذ رقم 1 كمثال. I am looking for work job. ويعطيكم وفي امتحان وطني يكون السؤال مثلا هكذا C. إذا هنا لدي verb plus preposition، وإذا عدنا إلى القاعدة فعندما يكون لدينا فعل زائد preposition في هذه الحالة، هذا الفعل يجب أن نضعه في gerund form، وبالتالي نقول I am looking forward to seeing you in Paris. Okay. إذا هذه سين آي إن تي. حاول أن تأخذ 10 دقائق كما قلنا وأنجز التمرين، وبعد ذلك يمكنك المرور مباشرة إلى الحل. أوكي، حاول أن توقف الفيديو لأن مباشرة سيكون لدينا الحل. إذا كما تلاحظون هذا هو الحل. أوكي، إذا I'm looking forward to seeing you، هنا يجب أن نضع gerund. لماذا؟ لأنه لدينا verb plus preposition. Thank you for giving me another chance. هنا giving وليس to give. لماذا؟ لأنه لدينا verb plus preposition. I like to keep or keeping my house clean. وهنا لدينا like، وبالتالي يمكن أن يتبعها إما infinitive أو gerund. I'm good at painting a wall. I'm good at good adjective at preposition، وبالتالي هذا gerund. Claire offered to take me to the airport. إذا offered يتبعها infinitive، وبالتالي يجب أن نضع to take وليس taking. I always try to avoid meeting him whenever I can. هنا avoid meeting، لماذا؟ لأنه لدينا avoid، وكلما رأينا avoid الفعل الذي يتبعه يكون دائما في gerund form. In the end I gave up trying to persuade him. gave up، هنا لدينا verb plus preposition، وبالتالي يجب أن يكون لدينا gerund. I can't stand to wait or waiting. هنا يمكن أن نستعمل to wait or waiting. In the queue at the baker's. We enjoyed staying in that 5-star hotel. إذا هنا لدينا enjoy، وهذا الفعل يتكرر كثيرا في الامتحان الوطني enjoy، وبالتالي الفعل الذي يتبعه يكون في gerund form وليس في infinitive. My family expected me to arrive at 7. هنا لدينا expect، و expect يتبعها infinitive، وبالتالي لدينا to arrive not arriving. Okay. My brother
is interested in learning English language. هنا لدينا adjective plus preposition وبالتالي هنا لدينا gerund وليس infinitive. Your mother is looking forward to hearing from you. وهذه كذلك عبارة تتكرر كثيرا في الامتحان الوطني وهنا لدينا verb plus preposition وبالتالي الفعل الموالي يكون في gerund form وليس infinitive. Jack has decided to go with us to the forest next week. هنا لدينا decide قرر وبالتالي هنا يتبعها infinitive وكذلك هذه تتكرر كثيرا في الامتحان الوطني. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الفيديو. إذا كنت تزور القناة لأول مرة قم بالاشتراك الآن بالضغط على زر الاشتراك ولا تنسى تفعيل الجرس حتى تتوصل بالجديد فور نزولي. كما أنه إذا كان لديك اقتراح أو ملاحظة يمكنك تدوينها في خانة التعليقات.